تسبحنا من كل القلب، ليك تسبحنا من كل هم. أنا شد وأغني بنغنيها لك يا رب السماوات، كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي التسبيحات، كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي التسبيحات. تسبحنا من كل القلب، تسبحنا من كل هم. وبفرح القلب لك نشد نظما وترتيلا، تسبيحا لك يا إله الكون ورب المخلوقات. ليك تسبحنا من كل القلب، ليك تسبحنا من كل هم. تعال وغنم معانا أحلى الترانيم، هتلاقي في كل ترنيمة درس وتعليم. إلهك صالح اشهد له، قل له انت عظيم. وليك تسبحنا من كل القلب، ليك تسبحنا من كل هب حب. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج ليك تسبحنا. سعداء جدا اننا نكون معاكم مره تاني على شاشات قنوات الكارما في برنامج ليك تسبحنا. النهارده حلقه خاصه جدا جدا من برنامج ليك تسبحنا مع الاحباء اخواتنا من السودان، فريق اضواء الشموع. قد ايه فرحان وسعيد جدا ان ربنا رتب في مشيئته الصالحه انه يكون معانا فريق اضواء الشموع. برحب بأخويا المرنم الحلو، أخويا ميدو كوكو. أهلا بيك أخويا ميدو. أهلا بيك. أهلا بيك يا أخت مها، ربنا يباركك. برحب كمان بكل أعضاء الفريق، عايز أقول اسم بس علشان وقت الهوى. بشكر رب جدا من أجلهم، من أجل وجودهم معنا في الحلقة النهاردة. عنوان الحلقة عنوان جميل، عنوان رائع، بيقول فوق الظروف. فوق الظروف، أوقات كتير بنبقى مش قادرين نتخطى الظروف اللي احنا بنعدي بيها. ويمكن اخواتي اللي بيتفرجوا عليا النهاردة، أكيد في ناس كتير من السودان بيتفرج عليا النهاردة بتفرج علينا، الظروف الصعبة اللي بتمر بيها السودان، قد ايه قلوبنا موجوعة ومكسورة، لكن احنا بنصلي وعندنا إيمان. وأنا بشكر رب من أجل الفريق اللي بعث فينا وجوانا الأمل إننا نبقى فوق الظروف. مش بيتكلموا عن شكوى لكن فوق الظروف. أخويا ميدو، ينفع تدينا فكرة أكتر عن خدمتكو، رؤيتكو كفريق أضواء الشموع لما كنتوا بتخدموا في السودان وحاليا أنتوا موجودين هنا في مصر؟ أهلا وسهلا بكل الناس اللي بتفرجوا علينا في أي مكان. نحن فريق أضواء الشموع في اليوم ده أهم نقدم صوت شكر شديد جدا لكل الناس اللي دعمونا وشجعونا في فترة طويلة وكانوا بيسمعونا، وإحنا بنحمل الاسم بتاع فريق أضواء الشموع. حقيقة أضواء الشموع وفي فترة من فترات العيد تاع الكريسماس، وزي أي أسرة وأي بيت وأي أهل وأي ناس قاعدين مع بعضهم بيحتفلوا، وأكيد في الكريسماس هم بيتلموا مع بعضهم، ودي كانت لمة أسرة. فحسينا بأنه إحنا قاعدين كأسرة وبنضيء شموع واحنا بنحتفل بالكريسماس، فكنا بنتحاور نسمي الفريق شنو واحنا وقاعدين قاعده زي كده، لو شاء رب انه نخدم مع بعضنا البعض. وكان دي الشعله البدائيه خالص في احنا نبتدي، وده كان في 2007 قاعدين في النادي بنحتفل زي كل اسره قاعدين، فقاعدين كلنا اللمه بتاعت اصحاب واخوان، فحسينا لازم اللمه دي ما تمشي ساكت. وبينادنا اضواء شموع متولعه من هنا ومن هنا، واسره من هنا صغار وكبار وقاعدين، فحسينا انه لازم نطلع بحاجه تمجد ربنا، فاخذتين الاسم ده. وكانت حقيقه اتفاقيه كامله لكل الناس، او قلب كان واتجاهه انه احنا نسمي الفريق باضواء الشموع. وبيناتنا اخوه واخوات، نذكر على سبيل المثال اختنا سمر
هي ما موجودة هنا في أستراليا، لكن هي كانت الشعلة الأولى اللي هي كانت مشتعلة إنها لازم إحنا ما نطلع ساقد، وكان حامل الرؤية، فقالت خلاص إحنا نسمي أضواء شموع. والكلام ده في 2007 في النادي، فطلع الاسم بتاع فريق أضواء شموع. يعني بداية كانت في 2007 أنتوا بدأتوا، والرب أطلقكم من البداية دي أن أنتوا تسموا أضواء الشموع من 2007. بالضبط. شيء رائع أخويا ميدو، قد إيه بجد شيء جميل أننا نمجد الرب ونكرم الرب. الله في نعمته، الله في محبته، الله في سلطانه أنه يصنع لنا أمور عظيمة لما نسيب نفسنا ونترك نفسنا ونسلم نفسنا بين إيديه. هسأل أختي مها بعد الترنيمة اللي جاية، هسألها السؤال التقليدي زي ما أنا يعني توقعت يا أختي مها، لما كنت بحكي مع أخويا مايكل وأنا بجهز الحلقة، أنه ممكن نتكلم عن الشكوى، نتكلم عن الألم وسط الظروف الصعبة، يا رب نصرخ ليك، وده مش عيب. لكن هسألك بعد أول ترنيمة هناخدها دلوقتي، ليه أنتوا اخترتوا عنوان فوق الظروف؟ تعالوا مع بعض نيجي بأول تسبيحة وأول ترنيمة مع بعض، وإحنا بنقول جايك يسوع أنا جاي ناحيتك يا رب. إحنا هنرنم طبعا كل الترنيمة باللهجة السوداني. عايز أشجع كل إخواتي السودانيين بتفرجوا علينا أن أنت تدخل بعد شوية تكلمنا في التليفون لو عندك مشاركة، لو عندك طلبة صلاة، أحب أن أنا نحب كلنا أننا نصلي من أجلك. ياريت تشاركنا، إحنا هنفتح التليفونات بعد شوية بس علشان نستمتع بوقت التسبيح والترنيم. يلا نقول مع بعض جايك يسوع، إحنا كلنا في البداية مرمين على شخص الرب يسوع المسيح. يلا نسبح ربنا بالكلمات اللي جاية دي. جايك يسوع، جايك يا الأبرع جمال، يا إلهي، جايك من أرض العدم، راكب جناحات العشم، جايك من أرض العدم، راكب جناحات العشم، شيل جراحات السنين، سيب ورايا أنا كل هم، شيل جراحات السنين، سيب ورايا أنا كل هم، جايك لابس من رؤاك، لابس ثراك أجمل وشاع، جايك لابس من رؤاك، لابس يقين أجمل وشاع، عصير تعب عمر الضنين وجود زي لون الصباح، عصير تعب عمر الضنين وجود زي لون الصباح، جايك يسوع، جايك يسوع، جايك يسوع، جايك يا الأبرع جمال، أوقف ضياع عمر النزيل وكل جمال منسوج وهم، جايك يسوع، جايك يسوع، جايك يسوع، جايك يا الأبرع جمال، يا إله جايك يا رب الحياة، جايك طالب رفعتك، جايك يا رب الحياة، جايك طالب رفعتك، بلمسة شيل قبح السنين جوايا أظهر روعتك، بلمسة شيل قبح السنين جوايا أظهر روعتك، جايك يا رب المحال، جايك عارف حالي حال،
ليك يا رب المحال، ليك عارف حالي حال. سلامع نصرتك وعبر معي كل الجبال، هزم ملامح نصرتك وعبر معي كل الجبال. جايك يسوع، جايك يسوع، جايك يسوع، جايك يا الأبرع جمال يا جايك يا أبرع، يا أبرع جمال. أخت ماها، زي ما كنت بقول يمكن يكون فينا حد لسه داخل دلوقتي على الهوى معانا، وفوق الظروف بالرغم من كل الظروف اللي حصلت الوقت اللي فات، في تفاصيل كتيرة صعبة انتوا عديتوا بيها والناس عدت بيها في السودان في الشمال بالذات، وأنا برسل تحياتي لكل الناس في خرطوم بحري وأم درمان ودار السلام. عايز أقول ليه إحنا نبقى فوق الظروف؟ إيه الشيء اللي خلينا فوق الظروف؟ طيب إحنا اخترنا فوق الظروف، عايزين ندي الناس رسالة أمل. زي ما حضرتك جبال قلت، كنت متوقع أن نقول نشتكي ونصرخ. هو طبعاً حلو إحنا بنتكلم مع ربنا بنقول له والحاصل شنو، لكن هو وعد وقال ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك لهذه الأرض. نعم. يشوع ربنا قال له بعد ما موسى مشى مات، قال له لا أهملك ولا أتركك، لا يقف إنسان في وجهك. كويس، عشان كده إحنا دائما بنجيو، يعني زي ما رنمنا هو الأبرع جمال، خلينا إنه خلينا كل الزيف اللي احنا بنفكر فيه وعيوننا عليه. عايزة أذكر الناس لما بطرس في المعجزة بتاعة المشي على الموية. تمام. بطرس كل مكان بعاين على يسوع قادر يمشي على الموية. أول ما عاين للبحر كده كأنه عاين على الظروف وإنها هي هتغرق، وفعلا بدأ يغرق. لكن أول ما عاين تاني في عيون يسوع، يسوع رفعه وقدر تاني يعبر. فعشان كده عايز أقول للناس خلي عيونك على يسوع. أمين. هو اللي هيعبر بك. أمين. كلام رائع أخت مها، وأنا تعليقا على كلام أختي مها، يعني يقول الكتاب عن بطرس أنه رأى الريح أنها شديدة. فيش حد بيشوف الريح، يعني تشوف المية ماشي، لكن تشوف الريح الهوى، يعني مفيش حد بيشوف الهوى، لكن هو رأى الريح أنها شديدة. وقات كتيرة بنشوف حاجات وبتكون غير حقيقية، وحتى لو حقيقية بنتوهم بيها. وأنا بصلي من كل قلبي النهاردة كل وهم وكل كذبة من إبليس إحنا ما نقبلهاش، واوعى تستقبلها في ذهنك النهاردة. تعال خلي إلهك يعديك فوق الظروف. أخويا ميدو، المثال اللي قالته الأخت ماها دلوقتي عن بطرس، بس هو ممكن واحد قاعد يتفرج دلوقتي علينا، السؤال ده مش حاطينه إحنا، بس واحد قاعد يتفرج دلوقتي علينا يقول يا عم أنا مش يعني مصطدم بالظروف دي، مش قادر أخرج براها. إيه ممكن يعني بالسوداني شنو بعمل عشان أخرج برا الدائرة دي؟ لو زي بطرس بالضبط، تتذكر انه بطرس وهو خايف والناس كلها بتكون خايفة، ممكن انا وانت نكون واحد من الناس زي كده، لكن في حاجة وسر لازم احنا ننتبه له دايما، انه خلي عيوننا تركز على يسوع مع الظروف اللي من حولنا. اي ظروف بنمر بيها، الاعواس بتكون تقيلة علينا مرات كثيرة، لكن بالمناسبة لما نشوف ونرفع عيوننا للرب يسوع المسيح بنلقى النجاة. نعم، لانه هو سفينتنا اللي بتنجينا اصلا. فداير مننا بس خطوه احنا نتحرك فيها ونعملها، لكن لو اعتمدنا نشوف ظروفنا اكيد حنغرق، حنبتعد، حتكون الصوره عندنا ضبابيه، ظلام، ما حنقدر نشوف. لكن وقت ما نرفع راسنا للرب بنلقاه هو قريب من كل صور.
رائع الكلام. الترنيمة اللي جاية بتقول كده بالبهجة والتصفيق، معقول فوق الظروف نقول بالبهجة والتصفيق؟ في واحد قبل كده عبر عن بهجته وعن فرحته في حبقوق 3 يقول مع أنه لا يظهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول أيضا لا تصنع طعاما. إيه الحالة دي؟ ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في المزاود. بعد كده المفروض يلطم على وشه، ده المفروض اللي يعمله، لكن عارفين قال إيه؟ قال أبتهج بالرب إلهي وأفرح بإله خلاصي. وأنا شايف حالة من الحقيقة قدامي بفريق جميل بيفرح بالرب. تعالوا نفرح كل إخواتي السودانيين والمصريين كمان اتفرجوا علينا النهاردة، يلا بالبهجة والتصفيق بهتاف يعلى يعلى ونعلي نشدنا لإلهنا. يلا نقول مع بعض ونسبح مع بعض الكلمات اللي جاي. بهتافنا يعلو نشيد تسبح غنى وتمجيد أضواء شموعنا تهيب بالبهجة والتصفيق بهتافنا يعلو نشيد تسبح غنى وتمجيد أضواء شموعنا تهيب شلنا الفرح كمان كمان الوجه الفرحان يجعل القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. وانا النهارده بصلاتي من كل قلبي تتخطى الظروف اللي انت بتعدي بيها حتى ان كانت صعبه وعصيبه. وهروح بسؤال اختي مها. اختي مها، في ناس بتمر بامراض، في ناس بتمر بضيقات باضطهاد، وناس اضطردت اجبارا، يعني مجبره انها تسيب، زي ظروفكم، انتوا مجبرين كنتوا ان انتوا تسيبوا بيوتكم وتسيبوا كل ما ليكوا اشغالكم دراستكم. انا بعرف انه كان في ناس منكم بتدرس دراسات عليا زي اخويا مايكل، لما حكيت معاه كان بيحضر ماجستير وداخل على دكتوراه. ازاي اتخطى الظروف العصيبه دي ويبقى عندي ثقة في إلهي؟ تقولي إيه لكل واحد بيمر بظروف عصيبة شبه الظروف بتاعتكم؟ هي الظروف ممكن تكون بتخلي الإنسان في روحه إنه يرسل روحه، وده شيء طبيعي. ممكن نقول دي صدمة، لكن كل واحد يتعامل مع الصدمة كيف.
أشجع كل زول إنه هو في النهاية إحنا هدفنا شنو من الحياة؟ هل هدفنا إنه مثلاً أي نكمل دراستنا، يكون عندنا بيت، عندنا عربية، دي كلها من الأهداف، لكن هي دنيا وممكن نعتبرها خسارة عشان نربح المسيح. يسوع أكيد عنده قصد لحياة كل زول برغم الخسارة اللي كلنا مرينا بها، عايز يطلع شيء جديد مننا. أمين. فالناس تبتدي تفكر بإيجابية، إنه يسوع عايز مني في الفترة الجاية شنو. هو كان معي في الفات أكيد، وهو سمح بكده، دي مشيئته. أصلي إنه الناس تتعمق أكتر وتسأل أنت عايز مني شنو لقدام. رائع. أنت خدتينا لمرحلة أعمق ومرحلة فيها نوع من أنواع النضوج، إنه اللي بيعمله ربنا معايا ده مش علشان يأذيني، بل بالعكس علشان يشكل ويغير في حياتي وياخدني لخطوة لقدام. شيء جميل أختي مها، بصدق ربنا يبارك الكلمات دي. وأنا عايزة أشجعك النهاردة أنك أنت تتخطى الظروف دي، بأنك وأنت حاطط عينيك على المسيح، أني دي رحلة حياة. هو اللي فات واللي جاي هو مسؤول عنه، اللي فات هو كان مسؤول عنه واللي جاي كمان هو مسؤول عنه. وفي النهاية إحنا عايشين لإيه؟ زي ما كان بتقول أختي مها، أنت عايش لإيه؟ في ترنيمة بالسوداني بس مش هنرنمها، يعني بتقول دنيا لكنه دنيا، دنيا ودوره أنا داير أنا في تعبه، داخل أنا في ناره، في الآخر أنا نهايتي إيه؟ خلي بالك من هدف الحياة، غرض الحياة. الله بيعمل كل الأشياء، كل الأشياء، قال الكتاب كده. نحن نعلم في رسالة رومية أصحاح 8 عدد 28 يقول الكتاب: نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كلمة تعمل معا جت بمعنى إن هارموني، وأنا أدي مستمتع بالهارموني اللي بيتعمل دلوقتي بالأصوات الجميلة اللي معايا. إن هارموني، كل حاجة الله بياخدها كده ويحطها في إيده لأنه صاحب السلطان العظيم علشان تشتغل لخيري ولخيرك. بس يا ترى حياتك ملكه؟ يا ترى أنت ملكه؟ ترنيمة اللي جاية ترنيمة جميلة، المرنم فيها بيقول له أنت أسمى من الغنى، أنت أسمى شيء يا رب، أنت العظيم، أنت القدير. تعالوا نقول مع بعض الكلمات ونسبح الرب بالكلمات اللي جاية دي. ربنا كل السجود عبادة ليك.
غير ميعاد ودو زمان، من غير ميعاد ودو زمان. مكتوب كلامك كل حق، يسوع صورتك أظهرا، يسوع صورتك أظهرا. من الغلاب طلع النشيد، من غير ميعاد ودو زمان، يسوع صورتك أظهرا، أنت أسمى من الغنى، من كل كلمة لحنا رب ليك كل السجود، عبادة ليك رب السماء، عبادة ليك رب السماء. أنت أسمى من الغنى، من كل كلمة لحنا رب ليك كل السجود، عبادة صلاتي النهاردة من كل قلبي يطلع نشيد من قلب الحزن، يطلع نشيد من قلب الوجع، يطلع نشيد فوق الظروف، تيجي ترنم ترنيمة وتقول زي ما قال داود في مزمور 27: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. أروح بالكلام لأخويا ميدو. أخويا ميدو، يمكن في حد بيتفرج عليا دلوقتي استسلم، يعني خلاص استسلم للإحباط، استسلم للفشل، استسلم لأفكار إبليس، استسلم للحزن وللكآبة. تقول إيه لشخص مستسلم النهاردة؟ إيه الرسالة اللي من الرب يسوع تقدر تقدمها لشخص مستسلم للظروف؟ يا أخوي وأختي، الظروف من حولنا نعم كثيرة وصعبة ومؤلمة، لكن خلينا أذكرك أنه كثير من الناس في الكلمة المقدسة لما مروا بظروف زي كده وربنا صنع معاهم أمور عظيمة. ليه؟ لأنهم رفعوا عيونهم للسماء زي ما أنا قلت قبلك، وقالوا كده: عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. وده أكيد حصل معانا وحصل معانا وقبل كده في كل حياتنا قبل ما نمر بالحرب، والحرب دي ذاتها كانت مرة شديدة جدا وجاءت فجأة بدون إعداد ونحن ولا مستعدين لها، والظروف بقت لنا يعني بني، رمادي، سوداء، فكسبنا ألوان كثيرة ما عارفين لها درب. لكن الظروف دي بتمر. أنا عايز أشجعك، إيه بتمر؟ عايز صبر حبة بس أو حبتين، وإحنا متأكدين إنه ربنا برضو هيعظم العمل معانا وحنكون فرحانين. اتذكر هدف حياتك شنو بالضبط، اتذكر إنه الله بيفتخر فينا وبينا، عشان كده خلي نفوسنا هي كمان تفتخر بالرب زي ما قال في مزمور 44 آية 8: بالله تفتخروا نفتخروا اليوم كله واسمك نحمد إلى الدهر. فكم سنة مرت؟ سنين كثيرة. لكن أنا داري أقول لك إذا كان العمر حبة أو طويل، قصير أو ممطوط لكن كم سنين مرت وكم أيام قلت في حياتنا، لكن إيد الرب وحنانه دائما بتداوينا وربنا بيتذكرنا دائما ما قاعد ينسانا. رائع الكلام أخويا ميد. وأختما أنا مش متفق معاكي عن السؤال اللي جاي ده، بس هو مش سؤال، لكن تقدري تقولي إيه لأخت؟ دائما يعني النساء هما بيتأثروا عاطفيا أكتر بالمواقف ويبقوا أكثر خوف، وقال الكتاب إنه المرأة هي الإناء الأضعف. لكن تقدري تقولي إيه لكل واحدة جواها خوف، بالذات من أخواتنا السودانيات اللي بيتفرجوا علينا النهاردة، جواها خوف، خوف من اللي جاي، خوف من المستقبل، تقدري تشجعيها بإيه؟ في الآية بتاعت سلمنا فصرنا نحمل، التسليم الكامل بيد يد ربنا إنه يحملنا، مش إنه إحنا حنكون ماشيين برجلنا وسط الظروف، أو عيالي حيخشوا مدرسة ما حيخشوا، حناكل ما حناكل، تفاصيل كتيرة. أيوة،
الرب هو بيحمينا وبنشوف خطواته، ما هنشوف خطواته احنا جنبه، بالعكس هو هيحمينا. رائع. الرب هو اللي هيحملك ويحملني وسط الظروف الصعبة، تبقى فوق، تبقى فوق الظروف. ترنيمة اللي جاية بتقول كم سنة مرت من عمري إيديك وحنانك تداويني. أكيد في أمور بتعمل، هتكلم باللغة السودانية، بتعمل جراح جوا الجليب بتاعي والجليب بتاعك، لكن إيد الرب الوحيد هو اللي تشفيك وتشفيني. هو اللي وقف مرة الرب يسوع لي كل المجد وقال الكلمات دي: روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للمأسورين بالعتق وللعمي بالبصر، وكمان قال لأشفي منكسري القلوب. مين يقدر يشفي كسر القلب من جوه؟ هو الوحيد المتخصص إنه يشفي كسر قلوبنا. يلا نسبح بالكلمات اللي جاية دي، رنم وافرح معانا بالرغم من كل الظروف. رنم قول كم سنة مرت من عمري إيديك وحنانك تداويني. يلا نسبح الرب بالكلمات اللي جاية دي. انت
غناية سر غناية، أنت السر اللي أنا الناس مش عارفاه. أوقات كتيرة الناس يمكن حد بتفرج علينا يقول لك إيه شوية إيه الناس دي، الناس دي ما عندهاش حاجات صعبة. معقول؟ معقول ما عندهاش صعبة حاجات صعبة، ما عندهاش ظروف صعبة، ما عندهاش احتياجات؟ لا، عندنا احتياجات. احنا وسط العالم موجودين، لكن لينا إله عظيم. مين يقول أمين؟ أمين. لينا إله قدير، وهو ده اللي بنرنم ونسبح به. قبل ما أسأل أخويا ميدو معايا تليفون، أخد أول تليفون. أهلا وسهلا، تليفون لسه معايا. مساء الخير. مساء الخير، مرحبا أختي. أنا بنت الرب، بنت الرب من اسكندرية. أهلا وسهلا يا بنت الرب، تفضلي. أنا عايز أطلب الصلاة عشان عندي معدتي تعباني، عندي ارتجاع مالي من شهر أربعة اللي فات، وأنا بتعالج فيه شادي شيء. أمين يا بنت الرب. أمين يا بنت الرب. طلب الصلاة تاني، طلب الصلاة تاني، بعمل معاش في الحكومة، يا رب يدوني معاش، يعني بعمل أوراق وكده عشان يطلع لي معاش. أمين يا بنت الرب. إحنا هنصلي من أجل الأمرين دولة، أن الرب يشفي معدتك في اسم يسوع، وأن الرب يتدخل في موضوع المعاش. معايا تليفون تاني. أهلا وسهلا. ألو، ماجد، أخويا ماجد من أمريكا. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أنا مبسوط كثير أعمل المداخلة دي وتتكلم مرة ثانية مع أخوان أولادي من السودان، فلوبوس وميدو ومها وأستاذ داود والباقيين يمكن كانوا صغار ما بيعرفوني، لكن عايز أقول بشكر الرب من أجل الفرصة دي كتير، إنه التسبيح في وقت الضيق للسودانيين ولكل المؤمنين بيسوع في العالم العربي، إنه ده شيء ما عاد، يعني ربنا استخدم المجموعة دي مع مجموعات أخرى إنها تعمل الترانيم باللهجة السودانية، يمكن كانوا رواد في الحتة دي. وأفتكر دلوقتي كمان في فرصة تانية إنه الناس كانوا بيستمتعوا بالترانيم، لكن المعاناة بتخلي عمق أكتر بالنسبة لنا في علاقتنا مع الله، والترنيمة بيكون عندها شغل مختلف مما كنا في أوقات شوية مرتاحين لأوقات الضيق الشديد، بنحس بالترنيمة وبنتفاعل مع ربنا ما بس مع الكلمات والألحان. فربنا يبارككم كلكم، أنا مبسوط شديد أشوفكم. وإحنا مبسوطين شديد 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 أننا نسمع صوتك أخونا ماجد، واضح أن أنت تعرف الفريق عن قرب. ربنا يباركك ويبارك حياتك. معنا تليفونات تانية. طيب أخويا ميدو، تقدر تدينا مثال من كتاب المقدس لشخص قدر يتخطى وبقي فوق الظروف؟ تقدر تدينا مثال من كلمة الله؟ حقيقة في أمثلة كثيرة، أنا ما أذكر يوسف وهو في السجن شنو الرب عمله معاه، ودي ناس اختبروا معية الله في درب، في أنه وقت من الأوقات أخوانه يعني ينكروه أنه هم ده أخوهم ذاته، وبعدين يعني يوجعوا جسمه، يعني بمعنى هم كانوا بيسيئوا له لما رموه في البير. وفي بولس وسيلة وقدر شنو كانوا مربوطين وهم في حتة ضيقة. الكتاب بيوصف لنا السجن بطريقة فظيعة، لو بقت في أيامنا دي احنا نقول يعني دي زقاق صغير جدا هم مخطوطين فيه. نعم. لكن الظروف دي كلها يعني شاءت انهم يكونوا في الحتة دي. وكمان في أيوب وحياته العاشة والمعاناة المرة بها، ما بس في جسمه هو، لكن في 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 المال حقه وفي أسرته. وده الحاجة الموجعة، أنه فقد كل أهل بيته، فقد كل شيء، فقد كل شيء كمان حتى ثروته، فبقى على زيرو. معاناة أكتر من كده. ليه يوم الليلة بيضربوا بأيوب المثل؟ فيفتكر هو مرة بأمر الأوقات الصعبة. نعم. يعني في يونان، لو نتذكر يونان برضو، هو مرة في ضيقات مع أنه كان في دعوة من ربنا ليه، لكن ولما اعتمد على نفسه وعلى الحاجات بتاعته تعب. Yeah. فكانت معاناة واختبار صعب بالنسبة للناس دي. الظروف دي كانت سبب لتحقيق مقاصد ربنا ومشيئته الصالح لحياة الناس دي كلها. فافتكر ان احنا زادنا في ظروف احنا مرين بها دي، ربنا عنده خطة رائعة
ما في حاجة بيجي سبهلل يعني. لكن كله مخطوط. وأنا واحد من الناس اللي بذكر إنه صليت إنه يا رب دي صلاة تحدي بالنسبة لي أنا كميدو، وبضم نفسي للكوشيين اللي ربنا أتكلم عنهم في الكتاب المقدس إنه هيجي يوم الأيام وكوش هتقدم هدية للعالم. فالتحدي اللي أنا خدت فيه ونفسي مع ربنا، قلت يا رب أنا طماع شديد جدا، عايز أكون جزء من الناس ديل الكويشين اللي بيسرعوا وبيقدموا هدية للعالم. فأنا أفتكر لو أنا كنت قاعد ومربع يديني ديل كده وقاعد انتظر، أنا ما هقدم هدية للعالم إلا تحصل حاجة في الحتة اللي أنا مرتاح فيها وأنا أطلع من المنطقة دي. أنا ما أقدر أشجع على الحرب، الحرب مرة طبعا، ما سهلة الحرب، خراب خراب خراب. لكن إذا كانت دي مشيئة ربنا إنه الحرب دي تكون وأنا أكون طالع وأقدم هدية للناس، فأنا أفتكر قاعد أعمل العمل ربنا هو قاصه. فمشيئة الرب هي صالحة، حتى وإن كانت دي ظروف صعبة إحنا بنمر بها، لكن أنا أذكركم إنه مشيئة الله فوق كل الحاجات دي، وربنا عنده القول الأخير. نعم. ما الرئاسات ولا الحاجات الكثيرة ممكن تتقال ولا الاجتماعات اللي ممكن تتعامل ليل ونهار، لكن ربنا عنده قوله الأخير. وأنا بأكد على كلامك، كلام الكتاب لما يقول الكتاب والذين تشتتوا جراء الضيق قالوا مبشرين بالكلمة، فالنتيجة التشتيت جراء الضيق الله استخدم هذا الضيق علشان يقولوا مبشرين بالكلمة، ودي ثقتي ويقين جوه قلبي انه ربنا بيعمل كده باخواتي الحلوين اللي قدامنا. بس المهم يبقى جواك غرض وهدف تعيش ليه، عاوز رضاك. تسبيح اللي جاي بتقول كده، عاوز رضاك يا رب، انا كل غرضي اعيش هنا في الحياة تبقى انت راضي عني. يلا نرنم ونفرح بالفريق اضواء الشموع بالكلمات اللي جاية دي مع بعض. مطمئن رامل عليا، ثابت كلامك من زمان يا يسوع فيك الأمان. دايما عينيك سهرت عليا، مطمئن رامل عليا، ثابت كلامك من زمان يا يسوع فيك الأمان. عاوز رضاك يا أبويا أغلى ما ليا، يا الله دايما معاك بتنور دربي، دايما محفوظ انا في حماك. عاوز رضاك يا ابويا اغلى ما ليا، يا الله دايما معاك بتنور دربي، دايما محفوظ انا في حماك. كتير عم بفكر مره تاني والقلب مليان أماني، برتاح معاك لكن تناني يا يسوع حدك ضماني. حيران بفكر مرة تاني والقلب مليان أماني، برتاح معاك لكن تناني يا يسوع وحدك ضماني. عاوز رضاك يا أبويا أغلى ما ليا، يا الله دايما معاك بتنور دربي، دايما محفوظ انا في حماك. عاوز رضاك يا ابويا اغلى ما ليا، يا الله دايما معاك بتنور دربي، دايما محفوظ انا في حماك. من زمان شلت الخطيه والعلومة له شكاية، قلب بقوة اسمه فيا يا يسوع انت رعية. من زمان شلت الخطية والعدوما له شكاية، قلب بقوة اسمه فيا يا يسوع انت رعية. عاوز رضاك يا أبويا أغلى ما ليا، يا الله دايما معاك بتنور دربي، دايما محفوظ انا في حماك. عاوز رضاك يا ابويا
تغلب ليا يا الله دايما معاك بتنور دربي دايما محفوظ أنا في حماك عاوز رضاك يا أبويا أغلى ما عندي أنا في حماك يا رب قول للرب النهاردة أنا في حماك فوق الظروف دي أنا بستخبى فيك الساكن في الستر العلي في ظل القدير يبيت أقول للرب ملجأي حصن إلهي فأتكل علي معايا تليفونات ألو أخ عيسى من المنيا أهلا وسهلا بيك تفضل الله يخليك احنا بنطلب بس صلواتكم كده معانا عشان ابني في عملنا له التنسيق في الكليه وربنا يختار له الطريق الصح والطريق اللي هو عاوزها ربنا امين يا خعيسه امين الرب يختار له الخير والصالح وانا صلاتي كمان انت وبيتك كمان تكونوا للرب يسوع امين امين يا خعيسه قول امين وانت قدام الشاشه يمكن الخط فصل معايا تليفون تاني الو الو ايوه اهلا وسهلا مساء الخير مساء انا نو. ساره اهلا اخت ساره بسلم على انا بسلم على كل الفريق وبشكر ربنا لاجلهم ولحياتهم فوق كل الظروف والتسبيح اللي هم عاملينه بنشكر ربنا على كل شيء واكيد ربنا ابونا صالح وهو قصده لينا دايما صالح حتى في الظروف الصعبة وحتى في الأوقات اللي بتكون فيها ظروفنا ملخبطة لكن بنشكر ربنا لأنه هو بيحملنا وده اختباري أنا وزوجي إنه حملنا في ظروف كانت صعبة جدا فوق أنيحة النزور وسدد كل الاحتياجات فعايز أقول إنه ربنا يسوع نفسه تكلم قال المرأة وهي تلد بتحس بالألام لكن لما المولود يطلع تفرح فهي بتفرح يا نعم. وده بالضبط اللي بيكون حصل هيحصل في السودان امين يعني احنا بنصلي سنين كثيره وبنسبح سنين كثيره لشمال السودان والرب في وقت حسن مخاز الرب حيطلع منه البيبي وحنفرح كلنا امين وغرض الظروف الصعبه بيودينا من عمق لعمق ومن مستوى روحي لمستوى روحي المفروض احنا نعمله انه احنا لا نسلك بالعيان بل بالايمان امين ورب يبارككم واستخدمون اكثر واكثر شكرا ليكي شكرا للمشاركه المشجعه المليانه كلام مشجع الرب يباركك ويبارك حياتك حياتك معايا تليفون تاني لسه معايا اوكي اللي كان معانا على الخط يا ريت ترجع لنا مره تانية كلام يا اخت مها مشجع الاختصار يعني قالت كلام عظيم الترنيمه اللي جايه هي موضوع الحلقه فوق للظروف تقدري تدينا فكره عن الترنيمه دي وسبب اللي انتوا عملتوا من اجله الترنيمه دي فوق للظروف تكملتها انت بترفع دير أذكر الناس أو أذكر نفسي إنه شعب ربنا لما كان عايز يخش أريحة كانت بالنسبة له أسوار أريحة دي مش الظروف أكتر من الظروف حاجة عالية جدا وما عندهم إمكانية يخشوا ويمتلكوا المدينة لكن كلام ربنا لهم إنه في 7 أيام هتلفوا بس هتسبحوا هم صدقوا كلام ربنا انهم بس حيسبحوا وما في زول كان بيتخيل انه الاسوار حتجي واقعه تمام وده اللي قاله الكتاب في عبرانيين 11 بالايمان سقطت اسوار اريحه يعني هو الايمان اللي بخلينا نتخطى الظروف وانه احنا الكتاب المقدس فيه حكايات كثيره بتشجعنا ومؤمنين اختبروا الحاجة دي يعني ما مجرد حكايات احنا بنقراها في كتاب لكن اكيد
كل واحد هنا فينا في الحرب لو أديته فرصة هيحكي عن اختبار طبعا، وإنه اتخطينا الظروف دي كلها وهو الرب ما زال يعمل معانا وإحنا فوق الظروف باسمه. أمين أمين أمين. يا إحنا فوق للظروف باسم الرب يسوع المسيح. اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنع يستخبى يتحصن. يلا نسبح الرب الكلمات الحلوة العظيمة اللي جاية دي. الظروف انت بترفع قادر معين تهدم تقلع لكل صدور فوق الظروف انت بترفع قادر معين تهدم تقلع لك السجود وبحبل تجريح الايام انت تضب بحنان تنزع وبحبل تجريح الأيام إذا تضب حنان تمسح والوعد خالد جوانا أفضل جدا أعظم جدا أجمل جدا من فكرنا أنت بتصنع من فكرنا أنت بتصنع فوق للظروف فوق للظروف الشكر لك دايما ربي اسمك أمن يحفظ دربي الناس لحاجة بتحتاج وأنا حاجتي لك دايما ربي الشكر لك دايما ربي اسمك أمان يحفظ دربي الناس لحاجة بتحتاج وأنا حاجتي لك دايما ربي فوق الظروف انت قادر معين تهدم تقلع لكل سلوك فوق الظروف قادر معين انت قادر ومعين. عندنا مثل في مصر يقول لك العين بصيرة والايد قصيرة، ما اعرفش في السودان موجود ولا لا، بس احنا الهنا عينه بصيرة وايده قديرة. الهي ايده قديرة، هو يرى كل الاشياء، هو كاشف الاسرار، قال عنه كده الكتاب في سفر دانيال، لكن ايده ايضا قديرة. معنا تليفونات كتير، أخد أول تليفون. ألو ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. سلام ونعمة يا أخ صمويل، برحب بحضرتك. أهلا يا أخت نهال. السوداني الجميل، ربنا يبارككم بجد، كلكم مليانين مواهب، فبصلي إن الرب يستخدم كل مواهبكم لمجده هو. وفي البداية بشكر الله على كلماته في الكتاب المقدس، بالذات الآية اللي حضرتك ذكرتها يا أخي صمويل. التليفون قطع، أختني هل ياريت ترجعي لنا مرة تاني، دايما مشاركاتك مؤثرة وسبب بركة لكل مشاهدين. معنا تليفون تاني. معنا تليفون. شكرا. تفضلي. أيوة.
كنت عايزه مثلا تعملي لي صلاه من اجل جوزي علشان السكر عالي شويه. امين. انا سامع حضرتك، اتفضلي. جوز حضرتك السكر عالي شويه، انا سامعك حضرتك على الهوا. امين. ايوه انا سامعك. ايوه حاضر. طيب دي احنا كده السكر عالي على جوزي شويه، فعايزين نصلي ربنا يتمجد يعني كده. امين امين يا اختي، امين في اسم الرب يسوع. انا قبل نهاية الحلقة بشوية هخلي أخويا، هطلب من أخويا ميدو إنه يصلي لأجل طلبات الصلاة بالذات للشفاء. جات طلبت صلاة من بنت الرب إنه الرب يشفي معدتها، وطلبت صلاة لأجل زوجك بنعمة الرب. هطلب في قبل نهاية الحلقة إنه أخويا ميدو يصلي من أجل الطلبات دي. معنا تليفونات تاني. طيب أخويا ميدو، ممكن واحد يعني مر بظروف صعبة فيقول زي ما قال جدعون، ده جدعون ده راجل عظيم في كلمة الله، الرب قال له الرب معك يا جبار البأس، فراح رد عليه برد عجيب جدا في سفر القضاء أصحاح 6، قال له إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه؟ يا عمي إزاي يا عمي؟ إزاي أصابتنا كل هذه؟ فين عجائب الرب؟ فين الرب هو اللي عمل كده، هو اللي أذانا، هو اللي خرب علينا؟ تخيل، ممكن في ناس ممكن تقول كده. أنا أتوقع أنه بعض البعض في مش بس السودان بتمر بحرب، سوريا والعراق والعالم كله مشتعل، وناس كتير خسرت خسائر كتير. واحد يقول هو ربنا اللي عمل كده، وأنا ربنا دمر حياتي وربنا خرب حياتي. تقول لشخص بيفكر بالطريقة دي تقول له إيه؟ شوف، أنا عايز أقول لك حاجة أخوي وأختي في الأول، عشان ما تخط الشك في الأمر الحاصل ده، إنه ربنا ما قاعد يجرب بشرور أصلا، وده الطبيعة بتاعت الله، إنه خلق الإنسان على صورته، ما ممكن يجرب الإنسان المخلوق على صورته بتجربة شريرة. والحاجة اللي حصلت معانا أنت وأنا، نحن المتألمين ومرين بظروف الصعبة دي، مرت وعدت بينا وهي لسه شغالة فينا، لكن ده أذكرك إنه ربنا ما بيجرب بشروف. نعم. ولكن ربنا بيسمح، إذا جاز التعبير، بيسمح مرات بإن نحن نمر بحاجات زي كده وظروف صعبة، بس عشان اختيارات الإنسان الشريرة يقوم يسمح ربنا بإنه أمور زي تمر بينا، لكن ما بيجرب، ما هو ما اللي بيمسك العصاية وبدقنا، وبما إنه سمح فده ممكن يكون لإعادة تشكيل الإنسان ذاته. نعم. يشكلني أنا وإنت. ممكن ربنا دي الفرصة اللي هو داري يتعامل فيها معنا، لأنه ممكن تكون راسنا قوية باللغة بتاعتنا السودانية. لكن ربنا بيسمح بالحاجات دي نمر بها بضيقات شديدة عشان يشكلنا مرة تانية. وكمان الله بيسمح بالظروف دي عشان كلمته تنتشر. نعم. وده الحاجة اللي إحنا مرات كثيرة ما بنخلي لها بالنا. بنبكي على ظروفنا وحاجاتنا واللي امتلكناه وكل حاجة احنا بيدينا عملناه ونبكي لكن شوف الحاجة العظيمة ربنا بيشوفها، وانت مرات كثيرة ممكن ما تشوفها، انه بيسمح بيدي يمر عشان الكلمة بتاعته تنتشر، والله موجود. نعم عظيم. وبيعبر معانا الرحلة دي ماشي. نعم. معانا. نعم. والألام والمواجهة احنا بن ربيع هو دائما بيكون. نعم. معنا. امين امين. معنا تليفونات على الخط. ألو، أهلا وسهلا. جميل الكلام اللي أنت بتقوله، يعني الله بيستخدم الأمور دي كمان علشان كلمته تنتشر ونبقى إحنا بركة اللي حوالينا. ألو، أهلا، اتفضل. أيوة مساء الخير يا أخويا، طمنيني. إزيك؟ أهلا يا أخويا، اتفضل. إزيك يا حبيبي والإخوة الأفاضل السودانيين اللي معاك؟ الرب أبطال الإيمان، الرب يبارك حياته. أمين. حبيبي الغالي، يصلي ينال من جوف الحوت من هذا العذاب المر من تلك الظروف الصعبة. يا وشفاك في أخبار الأيام الثانية يطلب معونة جيش المعابيين والعمونيين يقومون ضده. نحاميا في 4-4 يطلب النجاة من صنبلط وصوبيا. الرب يسوع تبارك اسمه في متى 26-39 يصرخ قائلا تأتي ثوان الكأس عنه
شعبة حبيبي الغالي حزقية في ملوك الدين 19 برغبة حماية الله على مملكته من سنخريب. الكتاب مليان بالحروب، الكتاب مليان بالظروف الصعبة، الكتاب مليان بالآلام التي لا تحب المنام. نعم فعلا يا اخي وديع، الكتاب مليان نعم. بالامور العظيمه اللي تظهر يد الله القديره فوق كل الظروف. امثله رائعه ذكرتها يا اخي وديع، دايما مشاركاتك مؤثره. معانا تليفونات تاني. اوكي هننتظر كمان. احب اخواتي السودانيين يشاركونا في اسم يسوع. حاول تدخل وتكلمنا وتشجعنا، الحلقه دي مخصصه ليك. ولما تخشانا المواجع، لما تخشانا المواجع، احنا هنيجي ونترمي عليك يا رب. قبل ما نرنم الترنيمه دي مع بعض الاخت نهال اللي رجعت مره تاني من انجلترا، اهلا بيك يا اخت نهال. ربنا يخليك يا اخي طمن، انا اسفه بس انا الحقيقه بتصل من نفس المره دي عشان كده الخطوط مش حلوه قوي. ولا يهمك ولا يهمك. عايزه اشكر الفريق الجميل ده، عايزه اشكر الفريق الجميل ده، وعايزه بس اعلق على الايه اللي حضرتك ذكرتها يا اخي صمويل، انه القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. نعم. وللاسف ابليس عارف هذه الحقيقه، بخليني اقول هذا الحق الكتابي، وعشان كده بيعمل بكل وسعه انه يخلي القلب حزين والروح مكسوره. بس المؤمن الشاطر هو اللي يعرف يبتهج وسط الالم ويترنم وقت الضيق. او بلغه البرنامج النهارده يعلى فوق الظروف، وانا ده اللي عايزه اسال فيه سؤالي. نفسي واطلب طلب، يعني نفسي اخ طمير يسعد الاخت معها والاخ المبارك يردوا على ناس بيتهموا اولاد الله ان هم مغيبين ومش عايشين في العالم الواقعي. وسوري هقولها بالفاظهم، انتوا يا مؤمنين بتوع وعظ على المنابر وبتتابعونا بكلماتكم، مفروض تعيشوا الواقع بتاعنا، واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، وبيعملوا ويقولوا يعني كلمات بجد متعبه، وبتختموها ان الانسان انسان يعني مش روبوت، يعني هو مش انسان قوي، ده انسان باحاسيسه ومشاعره، ولازم يتوجع في يوم الضيق، ولازم يقوم، ولازم يشتكي كمان والى اخره. فاحنا الحقيقه عايزين نوضح لهذه النوعيه من الناس اننا كمؤمنين مش من عالم اخر، احنا عايشين وبنتالم كمان، لكن الفرق بيننا وبين اهل العالم ان الوجع بيخليهم يبعدوا عن الههم وبيتذمروا ويتمرمروا ويمشوا ويلحدوا كمان، لكن اولاد الرب الحقيقيين بيبقوا متعزيين لانهم عارفين ليهم ملجا ومتكل، وان حتى لو الله سمحت عنايته الالهيه بتجارب ثقافيه ليهم بتبقى في الاخر لخير اولاده. حتى المرنم قال ان اتوجع لن اتراجع، فانا اشتقت لعمل يعني في تحريح ألم، في وجع، لكن لا تراجع، لا تذمر، لا شكوى. فأنا نفسي أعلن وبملء الفم إن إلهنا الحي ما بيغلطش، وعارف مقدار تحمل كل ابن ليه. أنا عارفة إن أنت شجعتونا بكلمات كتيرة رائعة، لكن يا ريت بس تقولي كلمة لناس مؤمنين حلوين، لكن بسبب كثرة التجارب حاطين إن الرب سامح لهم بتجارب أكبر من طاقتهم، لأنهم مستوى يعيشوا خلف الزجاج زي اللي حضراتكم كاتبين على الشاشة بس مش قادرينه. إن يقدروا اللي نقدر نعمل بأمانة كده نقول لهم بطريقة عملية علشان يقدروا يمشوا على مرتفعاتهم وياخدوا الثقة من جديد ويرنموا ويقولوا هعدي في الجبال الواقعة. آمين. شكرا يا اخت نهال، جدا شكرا جدا للمشاركه. وده كلام الرب يسوع في صلاته في يوحنا 17، قال لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. هم ليسوا من العالم، احنا مش من العالم، عايشين في العالم بكل ظروفه اللي بتحيط فينا من اخطار ومن مواجع، لكن كانت صلاه المسيح من اجلنا اننا مش نؤخذ من العالم بل ان نحفظ من الشرير. ولاد الله ليهم حفظ خاص، ليهم حمايه خاصه. يلا نرنم مع بعض، يلا الوقت بيجري بينا، تعالوا نسبح ربنا. ولما نقول لما تخشانا المواجع،
عشان المواجع أو تسافر برا أحلامنا وتواتع المكان يفضل مكاننا ولا الزمان يفضل زمننا لما تبقى الحيرة فينا تبقى المهزوزات خطانا لا دروب يا هند ربنا ولا الأمان عطر زمانا لما تتشاب المشاعر ولا ترحل بنا أمواج الخواطر لوعود سد الحنايا حلم أحلى ولا الزمان يفضل زمننا لا تروب يا هند ربنا ولا
لبداية بدون نهاية ودايما فرحانين يا رب معاك يا رب. الأخت نهال كانت طلبت طلبة بتقول إننا مغيبين، بعض الناس بتفكر إننا مغيبين، وبعد كده إيه الصلاة يا أخت مها اللي تحبي نصليها من أجل السودان؟ ينفع تدينا رسالة لكل شخص بيقول الناس دول مغيبين، مؤمنين دول اللي بيأمنوا بالرب يسوع المسيح، دول ناس مغيبين عايشين في وهم، يا ترى تقولي إيه للناس دي، وبعد كده اللي تحبي تصلي ونصلي كلنا مع بعض مع كل المشاهدين من أجل السودان؟ طبعا إحنا كلنا مرينا بالصدمة والحزن واليأس، هي كانت مرحلة، لكن نشكر ربنا أنه رفعنا سريع. زي ما جبال شاركتها أنه كل ما حننظر له حنترفع زيادة، فأنا حابة نصلي أنه يجيف الدم والموت في السودان. أمين. عايزين نصلي أنه السلام يرجع لبلدنا من تاني. أمين يا رب. عايزة ربنا يشفي اللي لسه متأثرين. ده شيء ما بالساهل الزول يطلع منه، لكن صلاتنا إنه ربنا يرفعهم ويشفيهم. هي صدمة، ممكن الزول فعلا يكون متغيب منا لحد حسي، ممكن يكون أخذ وقته وقدر يطلع. عايزين نصلي للناس اللي لسه ما قادرة تطلع منا، إنه ربنا يديهم الشفاء ويرجع ثقتهم فيه، وإنه هو فعلا عنده قصد. موضوع ما سهل. نعم. كلنا في النهاية بني آدمين وعندنا مشاعر وأحاسيس ومرينا بيها. نعم. في الناس اللي استقبلتها بالحزن والتقوقع وليه يا رب أنت عملت كده، لكن حابة إنه إحنا نصلي من أجلهم إنه ينظروا للمسيح من جديد. أمين. إنه هو الحرفة. أمين. أنا هطلب منك أن أنت تصلي من أجل كل الأمور اللي أنت ذكرتيها، بعدها هطلب من أخويا ميدو أنك أنت تصلي من أجل طلبتين الصلاة. أخت طلبت، بنت الرب طلبت أنه عندها مشكلة في معدتها، وأخت تاني دخلت طلبت طلبة لأجل زوجها أنه عنده مرض السكر. فهطلب منك أنك أنت تصلي بالطلبات دي، بعدك أخويا ميدو، وأنتوا كمان أعزائي المشاهدين تعالوا كلنا نصلي، تعالوا نرفع السودان، كل إخواتي السودانيين والمصريين. إحنا المصريين مش أفضل من أي حد، كان ممكن يبقى موقفنا زي موقف كل البلاد اللي حوالينا، بس الله في مشيئته الصالحة بيرتب وليه مقاصد عظيمة بإيده القديرة. يعني لسنا أفضل بالمرة بالمرة من أي دولة تعرضت لحرب. الرب ليه مقاصد عظيمة. تعالوا نصلي مع أختي مها، وبعد كده نصلي مع أخويا ميدو. يلا نرفع صلاة مع بعض. أبونا الصالح، إلهنا، شكرك. أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. نعم. وأمانتك لا تتغير يا رب. نعم. يا رب طالبين من أجل بلدنا السودان إنه الدم والموت يجيف. يا رب. كفاية الدم الشربة الأرض. باسم يسوع. يا رب عايزين سلامك يعود. يا رب. يا رب سلامك فينا وسلامك في بلدنا. يا رب. يا رب زيح الغيمة السوداء اللي إحنا شايفينها. يا رب. نثق يا رب إنك إله تعبر بينا في الألم. نعم. لأنك إله الأمل والرجاء فيك وحدك. نعم. أنت قلت فكان وسيكون. السودان ليك يا رب. السودان ليك. اسمي يسوع. كل سودان يا رب الجرح يا رب لسه يا رب في ألمه يا رب. وفي ذله وفي احتقاره يا رب أنت قادر ترفع، قادر تشفي، قادر. بتقول كلمة واحدة، لا أهملك ولا أتركك. نعم. لا أهملك ولا أتركك. الله معنا. نعم. فمن علينا. نعم. يا رب بكسر كل سهم إبليس يا رب على السودان. بكسر يا رب كل روح دايرة ويمشي لي ورا أكتر وأكتر يا رب. يا رب. بنحلم يا رب بالسودان. اسمك فيه مرفوع. يا رب. بنحلم يا رب بالسودان. كله ليك أنت وحدك. هللويا. وحدك لا سواك يا رب. أنت تعامل مع النفوس يا رب. أمين. يا رب نكسر كل أحجبة يا رب وكل حب للدم المراق.
يا رب بصلي إنك تعزي كل حزين وكل من فقد زول. نعم يا رب. لا ممتلكات لأي شيء تاني يا رب. نعم. لكن الناس الماتت يا رب بنبكي عشانهم يا رب. يا رب اسمي ما عايزين ناس تاني تموت. نعم لك وحدك يا رب. نعم. كل السلطان يا رب. نعم نؤمن يا رب. نؤمن 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 إنك أنت عندك مشيئة صالحة تامة للأبد رحمتك لينا. نعم لك كل مجد ولك كل كرامة. نعم. في اسم يسوع آمين. في اسم يسوع آمين. يا رب أنا نصدق فيك أنت الله الحي القائل أنا حي وأنتم ستحيون. نعم نؤمن يا رب بالشركة المقدسة يا رب سمحت أنها تكون يا رب بيننا وتكون في وسطنا أيها سيد. نعم. الرب نصدق يا رب في كلمتك أنا هو الرب شافيك. نعم نصدق يا رب انك بتمد يدك وتقول كلمه وتصير الاشياء ليست كما هي. نعم. لكن تتغير الى الافضل. نعم اذكر يا رب اخواتنا المتالمين بنت الرب في الاسكندريه يا رب مد يدك يا رب يد الشفاء اللي انت صنعت يا رب قبل كده مع كثير من الناس. نعم وصاروا يا رب يخدمونك وقدموا يا رب الكثير عشان يشكروك ايها السيد الملاك عملك اللي انت عملته يا رب فيهم. يا رب اذكر يا رب بيتك ومد يدك يا رب لشفاء المعده في اسم الرب يسوع. أنت الله الذي لا يعصر عليك أمر. نعم أنت قلت وهتعمل. نعم نؤمن ربي بك. نعم أذكر ربي يا ربي أخونا كمان هو موجود ربي وعنده مرض السكري يا رب وصلي من كل قلب أن أنت الإله الذي لا يعصر عليك أمر. يا رب نعلن يا رب ده بإيمان إنه رب صلاة الإيمان تشفي المريض وإن كان به خطيئة. نعم. تغفر له. نصدق يا ربي في كلمتك الآن يا رب قاعد تمد يد الشفاء. نعم. ولكل نفر تاني يا رب هو متألم في مكانه وبيسمعنا يا رب من هنا انت قادر تعمل يا رب من هنا وهو في مكانه بتمد يدك وتشفي وتنتشر الكثيرين. يا رب لك الكرامة لك المجد لأنك أنت الله الذي لا يعلى عليه. نعم أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. نعم لم تتغير يا رب ولا فيك ظل دوران. نعم. نعم أنت الله الحي. نباركك نمجد اسمك نصلي يا رب شاكرينك لأنك تسمع لصلاتنا في اسم الرب يسوع المسيح. آمين 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 آمين. ويعني بصدق نحن نلمس حضور الرب في هذا المكان بقوة عظيمة وبجد بصدق أكاد أن ألمس الرب بالجسد من قوة حضور الرب في المكان. وأنا صلاتي أني المسيح يزور بيتك المسيح يزور حياتك عشان تقدر تتخطى كل الظروف. الوقت جري بينا بسرعة للأسف دي آخر ترنيمة. عايز أشكركم شكر جزيل فريق أضواء الشموع أخواتي وأحبائي كل واحد بالاسم بتاعه أخويا ميدو أختي مها أخويا مايك يعني عايز أذكركم اسمه بعتذر كان معنا ترنيمتين كمان تاني يعني كان نفسي نرنمهم معرفش هل نختم بدي ولا نختم بترنيمة تاني تحبوا تختموا بايه احنا على الهواء بس انا احنا يورفري نختم جايين بنصلي. امين امين يلا يلا تعالوا نختم بالكلمات دي جايين يا رب نصلي احنا انك انت تتمجد وانك انت تتعظم. نشوفكم في حلقه جديده من برنامج ليك تسبحنا. تعالوا نختم مع بعض بالكلمات اللي جايه دي. Yeah.
حركها بسلطانك من ايديك كل الحياة قلوب حكامنا عندك زي جداوي للمياه تحركها بسلطانك من ايديك كل الحياة من ايديك كل الحياة جايين يا رب نصلي طالبين لبلدنا سلام يا رب سوداننا في يدك تجري في روح أحلامك جايين يا رب نصلي طالبين لبلدنا سلام يا رب سوداننا في يدك تجري في روح أحلامك نشوف كل قبيلة وكل أمة ولسان تجي تركع عندك انت وتسبح بامتنان نشوف كل قبيلة وكل أمة ولسان تجي تركع عندك انت وتسبح بامتنان وتسبح بامتنان يا رب صلي طالبين لبلدنا سلام يا رب سوداننا في يدك تجري في هو أحكامك جايين يا رب صلي